عندما يكون الاحتواء عنوانا للحب، وفاء الوحيدة التي صدقت تيم لم تقتنع بخيانته وطلبت يده علنا. من منا ينسى تلك المقابلة قبل حوالي 6 سنوات عندما استضافت وفاء الكيلاني الممثل تيم حسن في عز هجوم الجمهور عليه. أنا مثلا أجي أقول لك تيم أنا عايزة أتجوزك، بقبل فورا حبيبة قلبي. بجد في الواحد كانت وقتها قصة خيانة تيم لزوجته السابقة ديما بياعة مع نسرين طافش منتشرة كالنار في الهشيم، وأحد لم يصدق العكس إلا وفاء. سألته في تلك المقابلة عما إذا كان قد خان ديما فعلا، فنفى ذلك. لتجيبه الكيلاني وأنا مصدقك، تكاد تكون الوحيدة التي تجرأت على قول ذلك له في العلن، لكنها أحرجته بعدة أسئلة. عمرك ما مدت إيدك على ست؟ مدت. عمر ست مدت إيدها عليه؟ شريت. شو هالحكي؟ هنا بدأت ملامح الإعجاب تلوح في الأفق. نحن نريد أن يصدقنا أحدهم حتى لو كان غريبا في أشد اللحظات قسوة علينا. نريد أن نشعر بهذا الدفء، أن كلامنا له معنى عند أحدهم. عملها تاني يعني؟ إن شاء الله. لا إن شاء الله، حس حالي بتحقيق. حاضر بإذن الله ما بعملها مرة تانية. ما أنا مامتك هنا النهاردة. بهذه الكلمات احتوت وفاء من خلالها التيم ودخلت قلبه. ربما لم تنشأ بينهما قصة الحب في وقتها، لكنها كانت مقدمة لشيء ما. ليس سهلا أن تصادف شخصا يثق بكلامك بطريقة لم يفعلها أقرب الناس إليك. أراد تيم أن يرد الجميل لوفاء على ثقتها بكلامه، فعندما طلبت يده على سبيل المزاح في الحلقة أجابها بالموافقة فورا. ربما لم يتخيل أن ذلك سيتحول لحقيقة، لكن الانسجام بدأ يرتسم ملامحه بينهما. بعد حوالي 3 سنوات تزوج الثنائي بعيدا عن عيون الناس، كما عاشا قصة حبهما وحدهما دون أي تلميحات أو استعراضات. فالعلاقة التي تبدأ باحتواء وفاء على الهواء لابد أن تكلل بارتباط مقدس. حتى بعد زواجهما يحرص الثنائي على عدم نشر أي صور عن حياتهما إلا ما ندر. وبعد مرور حوالي 3 سنوات على الزواج لم يظهرا سويا في مقابلة كما يفعل أغلب المشاهير. أرادا أن يبقى الرابط بينهما خاص جدا. أصدقائي، وصلنا لنهاية قصة المشاهير تيم حسن ووفاء الكيلاني. بتشكر متابعتكم وبدعيكم الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. انطرونا الأسبوع القادم بذات الموعد مع قصة مشاهير جديدة.